وللحديث عن التظاهرات التي خرجت في بغداد وعدد من المحافظات، معنا من بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير السيد علي عزيز. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا. أهلا بكم. ماذا يعني خروج هذه التظاهرات في العراق على الرغم من كل المراهنات من الطبقة السياسية على إخماد التظاهرات التي تطالب بأبسط الحقوق؟ كل هذه المظاهرات اللي شفوها اليوم موجودة في الفرات الأوساط في الجنوب بالناصرية بالتحديد، ومقبلين أنه على زيادة الرقعة الجغرافية للمظاهرات والاحتجاجات، بالرغم من أنه كونها الآن بتبدأ مظاهرات مطلبية، العديد من الإخوان والشباب والزملاء يؤدون بعض المطالب اللي هي مطالب خدمية، لكن هكذا هي كانت الشرارة الأولى من بناء ثورة تشرين. كنا نتذكر المظاهرات اللي كانت تحدث في بغداد وفي بعض المحافظات من أجل التعيينات، وخصوصا الخريجين العاطلين عن العمل، وفيما بعد توجتها الحكومة العميلة بإزالة اللي يسموها العشوائيات وتهديمها على رؤوس ساكنية. فكل هذه هي شرارة أولى لعودة ثورة تشرين. نعم. الصوت تقطع أستاذ علي، لكن تنوع هذه المطالب في التظاهرات إلى أي مدى يؤشر إلى فشل الأحزاب السياسية في إدارة البلاد؟ وهل تعتقد أن لدى هذه الأحزاب برنامج للخروج من الأزمات التي يرزح تحتها المواطن العراقي؟ البرنامج الوحيد اللي هو تمتلك الأحزاب المشاركة بالسلطة والنظام بشكل عام، البرنامج الوحيد الذي يملكه هو تجويع الشعب، قتل الشعب، سرقة الشعب، نهب البلد. غير هذا البرنامج ما عندهم، وإلا لو كان يملكون برنامج آخر ومغاير لهذا البرنامج لما شفنا هذا العدد من البطالة، الخريجين اللي ما يمكن أن يتعينون، لما شفنا أعداد المهجرين واللاجئين العراقيين بالملايين. أما المظاهرات وتأثيرها على الأحزاب، أكيد المظاهرات هي تعتبر رغب لكل أحزاب السلطة اللي تعتبر العراق عباره عن غنيمه كبيره، واقدر اشبه احزاب السلطه اليوم والنظام الموجود كما شبه احد المسؤولين العراقيين امام النظام الوطني السابق بانهم مجموعه لصوص واستولوا على بنك كبير. نعم. ماذا عن الوعود الحكوميه؟ ماذا تبقى من ورقه ومشروع الاصلاح الذي اطلقته الحكومه واعلنت عنه؟ نحن لا نثق باي وعود حكوميه، ونحن لا نؤمن بالاصلاح بتاتا ابدا. هذا كلمه الاصلاح وهذا المصطلح المطاط المرن، الاصلاح، اصلاح ماذا؟ اصلاح ماذا؟ ما هو راس النظام فاسد، راس النظام مجرم، راس النظام عميل، نصلح ماذا؟ ماذا نصلح؟ ناس دخلاء اتت بهم الدبابات الامريكيه ليحكموا العراق، يسرقوا البلد، ينهبوا البلد، يقتلوا الشعب، يهجروا الشباب. نحن لا نؤمن بالاصلاح بتاتا، نحن ثورتنا من اجل اسقاط النظام فقط. نعم. نبقى في الازمه السياسيه التي تعاني منها البلاد، وهذا الصراع بين شركاء العمليه السياسيه الذي تراه ويعاني منه المواطن العراقي، لماذا تريد له الاحزاب ان يؤطر بغير الاطار الحالي؟ هل هو صراع بالفعل لانتاج حكومه وطنيه كما يشير الصدر، ام انه لن يخرج عن محددات المحاصصه الحزبيه بين تلك الاحزاب؟ كل الاحزاب وكل العمليه السياسيه اللي بنيت بالعراق هي بنيت على اساس المحاصصه الطائفيه، هذا للشيعه وهذا للاكراد وذلك للسنه. طبعا اكيد كانت الحصه الاكبر هي حصه المكون الشيعي ما بعد 2003 بعد الغزو الامريكي، اما صراع من اجل انتاج شيء ما يمكن ان يوصف بالوطني للشعب العراقي، فهي الاحزاب الموجوده والحاكمه اليوم اللي تتسيد المشهد بالعراق لا تتمتع بهذه الصفه، صفه الوطنيه. جميعهم عملاء يعني بغض النظر عن الجهه التي يعملون لديها والجهه التي يتبعونها، سواء اذا كانت امريكا او اذا كانت دوله اخرى من الدول الاقليميه، جميعهم عملاء ولا يهتمون لاي شيء اسمه وطنيه او قوميه، هذه الامور هم بعيدين كل البعد عنها. التنافس فيما بينهم من اجل السلطه. هؤلاء فقط من اجل السلطه ومن اجل المكوث مده اطول حتى يغتنموا اكثر. يعني وتزداد ثرواتهم هم واولادهم واحفادهم، وحتى يهربوا اكثر اموال العراق الى الخارج، حتى اليوم باتوا يمتلكون المليارات، واليوم
يوم امس واول امس قرينا تقرير لاحدى المسؤولات الامريكيه انه احد وكلاء المرجعيه بالنسب وكلاء السيستاني اللي هو احمد الصافي صاروخ تجاوزت مئات المليارات في خارج العراق. نعم، هل تتوقع في ضوء كل هذه المعطيات ان ترتفع وتيره التظاهرات في البلاد؟ بناء على حافه الانفجار الشعبي اليوم الوضع في العراق شعب قال كلمته بثوره تشرين، وثوره تشرين لا تزال مستمره ولم يبقى سوى الصفحه الاخيره وهي صفحه الختم، وهذا الشيء احنا مقررين انه الموضوع يعني مثلا ما يقال باللغه الانجليزيه جيم اوفر. فهالموضوع بالنسبه لنا هاي السنه الحاسمه راح تكون من اجل اسقاط النظام، اسقاط العمليه السياسيه برمتها. نعم، اشكرك سيد علي عزيز مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري، كنت معنا من بغداد، شكرا لك.